بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من حوار على الهوى. زي ما احنا متعودين حلقتنا ليها ثلاث أقسام، وإحنا بننتظر تليفوناتكم واستفساراتكم وتعليقكم من خلال الحلقة من خلال تليفون البرنامج اللي موجود دلوقتي على الشاشة. هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني مع أول فقرة من فقرات برنامجنا النهاردة بعنوان مفرح القلوب. انتظرونا. بسم الله والابن روح القدس. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. تبرعك للوجوس تي في هو 100 ضعف هنا، وشارك في خلاص نفوس كثيرة. تبرعك يصل إلينا عن طريق الهاتف 818-342-3388 أو عن طريق موقع القناة logoschannel.com أو على العنوان البريدي PO Box 8266 Northridge, California 91327. بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. حضراتكم عارفين أنه في شهر سبتمبر، يوم 8 سبتمبر بالذات، الكنيسة بتحتفل بتذكار رئيس الملائكة الجليل رافائيل. والملاك رافائيل واحد من 7 رؤساء ملائكة الواقفين أمام عرش الله. رافائيل يعني شفاء الله أو الله يشفي، وفي بعض التفسيرات الأخرى بيقولوا رافائيل يعني رأفات الله. عرفنا عن الملاك رافائيل من سفر طوبيا، وسفر طوبيا هو أحد الأسفار العهد القديم بحسب الترجمة السبعينية أو الترجمة اليونانية للعهد القديم، ودي ترجمة كل الكنائس الرسولية بتعترف بيها، الكنائس الأرثوذكس والكاثوليك. يمكن ما نلاقيش سفر طوبيا في بعض الترجمات اللي موجودة في إيدينا اللي هي ترجمة أخواتنا البروتستانت، ولكن ده سفر قانوني تعترف بيه الكنيسة، وكان فيه اقتباسات كتيرة في العهد الجديد وفي أقوال الأباء في القرون الأولى للمسيحية. سفر طوبيا سفر جميل قوي، أنا عارف أنه كتير من حضراتكم عارفينه، لكن برضو علشان الناس اللي مش عارفينه نحاول نلخصه بسرعة ونشوف إزاي أن احنا تعرفنا على الملاك رافائيل من خلال سفر طوبيا. سفر طوبيا بيحكي لنا عن إنسان اسمه طوبيا، وهو راح السبي في نينوى. هو كان من المملكة الشمالية، وراح السبي هو وعيلته اللي هو زوجته حنة وابنه طوبيد. فهو طوبيا وطوبيت ليهم نفس الاسم تقريبا. وهو إنسان كان محب جدا لربنا، بيعمل صداقات كتيرة، ومشهور قوي بدفن الموتى اللي كانوا على قد حالهم أو ما كانوش بيقدروا إن هم يدفنوهم بالطقس اليهودي.
الموضوع ده سبب له مشاكل كتيرة قوي مع الملك، لكن برغم كده هو كان مستمر في ان هو يعمل عمل الخير، لغاية لما في يوم من الأيام ربنا سمح له بتجربة ان هو فقد نظره أو بصره. فطبعا كالعادة زي أيوب كده ابتدوا صحابه والناس اللي يعرفوه، مش كلهم يعني بعضهم، يستهزأوا بيه ويقولوا له آدي رجائك اللي كنت سايبه على ربنا، وادي بقى آخرة عمل الخير، وادي يعني. بعد فترة ابتدى يفقد غناه وابتدى يشعر ان هو بقى عبء تقيل، فطلب من ربنا ان هو بقى يعني يصرفه بسلام. حس قوي في قلبه ان ربنا سمع صلاته، فنادى ابنه قال له بص يا ابني انا كنت مسلف 11,000 وزنة فضة، روح خد الدين عشان تعيش بيه من انت ووالدتك. وقعد يوصيه وصايا جميلة قوي، يا ريت لو عندنا فرصة ندخل نقراها في سفر توبيا. الولد طبعا سمع كلام ابوه، بس كان عنده مشكلة، انا ازاي هروح للراجل ده، انا معرفش الطريق ومعرفش اوصل المكان ده ازاي. فقال له طب خلاص روح دور على انسان امين يقدر يرافقك في الطريق. ويبدو ان ده كان عرف الايام دي، ان يكون في دليل للطريق ياخد الواحد ويوصله ويرجعه تاني. اول ما طلع من البيت لقى انسان زي على شكله كده مسافر او مجهز نفسه للسفر، فقال له هو حضرتك مسافر؟ قال له اه. قال له طب تعرف توديني المدينة الفلانية؟ قال له اه ده انا هعدي عليه كده كده في طريقي. قال له بجد؟ قال له اه. قال له يعني ممكن اروح معاك؟ قال له قوي قوي. قال له طب ممكن تيجي تقول لابويا؟ قال له طبعا. فدخل وقابل طوبيا الكبير الاب وطمنه وقال له ما تخافش انا هاخد ابنك بالسلامة وارجعك بالسلامة. وقال له آية جميلة كده في طوبيا 5:11، قال له وليكن لكم الفرح الدائم. طوبيا 5:11 وليكن لكم الفرح الدائم. طوبيا الأب ارتاح وحس إن الإنسان ده إنسان طيب، فقال له خلاص يا حبيبي أنت روح معاه وربنا يكون معاك ويسهل لكم الطريق، تروح بالسلامة وترجع بالسلامة. خرج طوبيا الابن مع الإنسان اللي هو الرجل الطيب ده عشان يمشي معاه في الطريق، وهم ماشيين عدوا على زي أناة فيها مية أو حاجة، فلقى سمكة كبيرة طلع عليه، خاف. قال له لا أنت خايف من إيه؟ امسكها وطلعها بره، السمكة دي هنحتاجها. فمسكها فعلا وطلعها بره، قال له نعمل بيها ايه؟ قال له احنا هنقطعها، اللحم بتاعها هنملحه وناكل منه في السكة، وبعدين ناخد الكبد والقلب والمرارة. قال له هنعمل بيهم ايه؟ قال له الكبد والقلب لما تحرقهم يهرب الشيطان، والمرارة لو دهنت بيها انسان مريض يخف. قال له حاضر. وهم ماشيين في السكة عدوا على مدينة، قال له على فكرة في واحد قريبكم موجود في المدينة دي، والراجل ده ليه بنت اسمها سارة. قال له سارة أنا سمعت عن البنت دي قبل كده. قال له سمعت عنها إيه؟ قال له مش دي اللي اتجوزت 7 مرات وكل مرة جوزها يموت؟ قال له بالظبط كده، وانت هتتجوزها. قال له أنا؟ قال له آه انت هتتجوزها. قال له بس يعني خاف طبعا، واحدة اتجوزت 7 مرات والـ7 مرات يعني الناس اللي اتجوزتهم ماتوا. قال له لا 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 ما تخافش، هم كانوا بيموتوا لان هم ما كانوش من ولاد ربنا وربنا شايلها لك، فسارة دي بنت كويسة قوي بتحب ربنا قوي، انا عارفها كويس وهي هتكون زوجة صالحة ليك. قال له طب اللي تشوفه. فراحوا عدوا على الراجل قريبهم ده وعرفوا انه ده طوبيا ابن طوبيت، ففرح جدا لما شافه لانه كان بقاله كتير قوي ما شافش طوبيت وهو قريبه، وقال له لازم تقعدوا بقى تاكلوا وتبيتوا معانا. قال له بس قبل ما ناكل انا ليا طلب عندك. قال له اتفضل. قال له انا عايز اتجوز بنتك ساره. قال له يا ابني. فرح الراجل اللي معاه قال له بص هو عارف كل حاجه، لكن ربنا شايلها له ان هي دي تكون زوجته، هي قبل كده كانت بترتبط بناس غير مؤمنين عشان كده كانوا بيموتوا، لكن هو بيحب ربنا زيها وهم مع بعض هيبقوا زوج وزوجه كويسين فما تقلقش. فانبسط و طلب أمها وطلب سارة وقعدوا يأكلوا مع بعض، وبعدين عملوا عقد جواز وصلوا لهم وباركوهم وقالوا لهم بقى اتفضلوا ايه اطلعوا الأوضة بتاعتكم. طبعا رفيق السفر ده اللي كان معاه قال له انت أول ما تدخل على زوجتك أول حاجة تعملوها انكم تحرقوا الكبد والمرارة بتاعت السمكة،
فيهرب الشيطان عنكم، لأن هو في شيطان مضايقها كده، هو ده اللي بيقتل الأزواج، فالشيطان يهرب عنكم وتصوموا وتصلوا قدام ربنا عشان ربنا يبارككم ويدخلكم في شركة القديسين ويحافظ عليكم. ففعلا قال لها كده، قال لها بصي احنا قبل ما نعمل أي حاجة خلينا نصوم ونصلي قدام ربنا إن هو يقبلنا ويباركنا، ونحرق الكبد والمرارة دول. قالت له الكبد والقلب، قالت له اللي تشوفه. ففعلا عملوا كده. طبعا أبو سارة كان قلقان جدا على طبيط، قال يا نهار أبيض لو حصل معاه زي ما حصل مع السبعة اللي قبل كده تبقى مشكلة. على الفجر كده بعت واحدة من يعني من الخدمات إن هم يروحوا يشقروا عليهم، فلما شقرت عليهم لقيتهم نايمين وكويسين وهاديين ومفهومش حاجة، فطبعا كان مبسوط جدا وفرحان، وابتدى يعلن بقى الخبر في كل مكان، أنا بنتي اتجوزت والراجل عايش وكل حاجة تمام، وقال أنا هعمل فرح 14 يوم. فطبعا طوبيا اللي هو الابن قال بس أنا أبويا مستنيني ولو اتأخرت عليه هيقلق، وأنا لسه هروح أجيب الدين، لسه عندي مشوار تاني. فقال لرفيقه ده اللي جاي معاه، قال له إيه رأيك ما تروح أنت تجيب لي الدين وأنا أقعد شوية مع حماية وحماتي ونفرح معاهم، وبعد كده وأنت راجع أرجع معاك لأبويا. قال له حاضر. فراح فعلا جاب له الدين، وجاب الراجل اللي كان واخد المديونية لما سمع إنه ابن طوبيا هيتجوز، جه وجامله وفرحوا مع بعض، وبعدين قال لهم بقى اسمحوا لي أنا لازم أرجع تاني. فقال له طب بص يا ابني أنا هديك نص ما أملك، كل ثروتي تاخد نصها، ولما أنا وزوجتي نموت تاخد يبقى ليك أنتوا النص التاني. قال له بس ده كتير، قال له لا يا ابني ربنا يكون معاك ويبارككوا بركة أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فطبعا هو كان مستعجل يرجع لأبوه، فقال له طيب بس اسمح لي أنا أسبق أنا ورفيقي اللي معايا، وتبقى سارة يعني الخدم والحاجات اللي معاهم يبقى يتبعونا. فقال له طيب. رجعوا بسرعة. طبعا لما رجع أبوه وأمه كانوا فرحانين بيه جدا، لأنهم كانوا قلقانين عليه أنه هو ابتدى يتأخر، فيا ترى وصل ما وصلش. فأول ما سمعوا صوته فرحوا بيه جدا. طبعا قبلهم وحضنهم وطمنهم وقال لهم ده أنا الإنسان الشخص اللي جه معايا ده إنسان أمين جدا، وهو نصحني أنقذني من السمكة ونصحني وجوزت سارة ورجعت بنص ثروة أبوها وجاب لي الدين وأنا هو قدامكم زي الفل. وكمان هو قال لي على حاجة لو تسمح لي يا أبويا أعملها. قال له اتفضل يا حبيبي عايز إيه؟ قال له أنا معايا كده مرارة عايز أطلي عينيك بيها. فقال له أوي أوي يا ابني اتفضل. فراح جاب كده من المرارة وطلع عينيه، فابتدت فيه قشور تنزل ويبتدى يفتح وشاف كل حاجة، فقعد يشكر ربنا ويسبح ربنا يقول له أشكرك يا رب، أشكرك يا رب أنك نظرت ضعفي، أشكرك يا رب أنه بعد السنين دي كلها عينيا فتحت تاني، أشكرك يا رب أن أنا شفت ابني تاني، وأشكرك يا رب أنك فرحت ابني وجوزته وبقت لي زوجة وحاجات حلوة كتير. المهم قعد الأب والابن مع بعض اللي هو طوبيا الكبير وطوبيا الصغير، قال له يا ابني بصراحة الإنسان اللي راح معاك ده إنسان فوق الوصف، يعني وداك بالسلامة ورجعك بالسلامة وجوزك وخدت نص ثروة حماك وجاب لنا الدين ورجع لي نظري تاني وأنقذ سارة من الشيطان اللي كان مضايقها، وبعدين يا ابني ده الراجل ده نعمل معاه إيه؟ قال له بص يا والدي يعني أنا كده بفكر في حاجة أتمنى إن أنت توافقني عليها. قال له قول يا ابني. قال له أنا بفكر إنه لو ادينا له نص اللي إحنا جبناه مش قليل عليه، إيه رأيك؟ قال له يا ابني وأنا معاك، صحيح هو إنسان طيب ويستاهل كل خير، اديله يا ابني نص، طب ناديه يا ابني، ناديه. فناداه. فقال له بص يا ابني إحنا بصراحة مديونين لك بكتير، ولو خدت كل اللي إحنا جبناه يبقى قليل عليك، بس لو سمحت لنا يعني نحتفظ بالنص ونديك النص يبقى يعني بنشكرك شكر جزيل. في الوقت ده بقى أعلن هذا الشخص عن نفسه، قال لهم انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا رافائيل احد الملائكة او رؤساء الملائكة الواقفين امام الله. لما انت كنت بتصنع صدقتك واحساناتك كنت انا بصعد كل صدقاتك واحساناتك وصلواتك امام الله، والله ارسلني لكي ما اعينك واشفيك واشفي سارة اللي هي بقت زوجة طوبيا. استمروا في عمل الخير والرحمة
وحبوا المساكين واعطفوا عليهم وبركة ربنا تكون معاكم على طول. وبعدين طلع وسابهم وهم قعدوا فترة طويلة مبهورين ومدهوشين، ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللي احنا شفناه ده، معقول كده؟ وطبعا بعد 7 ايام رجعت سارة وارتبطت مع زوجها في رباط ابدي، وبقت في فرحة للكل. وعاش طوبيا الكبير فترة طويلة من بعد ما رجع ابنه، وبعد كده انتقل او مات وماتت زوجته، فابنه كفنهم ورجع لحماه وحماته. وانتهى السفر نهاية سعيدة جدا بانه كل التعبانين والمتضايقين والزعلانين والحيرانين والمضغوط عليهم كله فرح وكله نال الشفاء والفرح. عشان كده برضو كنيستنا تسمي الملاك رفائيل مفرح القلوب، إبقونوف إنهيت، مفرح القلوب، لأن كل القلوب فرحت لما ربنا بعت لهم الملاك رفائيل لنجدتهم ومساعدتهم. دي قصة الملاك رفائيل زي ما عرفناها من سفر طوبيا. وسفر طوبيا على فكرة هو سفر خلاصي، عشان كده الكنيسة بتقراه يوم الجمعة اللي بتسبق جمعة ختام الصوم في نبوات الصوم المقدس. وفي رموز جميلة قوي لقصة الخلاص. الآباء بيقولوا طوبيا الكبير يرمز إلى الله الآب، وطوبيا الصغير الابن يرمز لربنا يسوع المسيح اللي ليهم نفس الاسم، فهو مساوي للآب في الجوهر. والآب أرسل الابن إلى راجيس اللي هو العالم علشان ينقذ سارة من سلطان إبليس ويتزوجها، وبعد كده يرجع تاني وسارة تحصله بعد 7 أيام. فهو ربنا يسوع المسيح أتى إلى العالم لكي ما يرتبط بالنفس البشرية، يحررها من سلطان إبليس، ليكون لنا شركة معه من خلال موته وقيامته بعد 3 أيام. وهو سبقنا للسماء، وإحنا هنقعد 7 أيام اللي هي ترمز إلى زمن الغربة على الأرض، وبعدين نحصله في اليوم الثامن اللي هو الأبدية، ليكون لنا رباط أبدي معه لا ينقطع. سفر جميل جدا ومفرح جدا، ويريد كلنا لو عندنا فرصة في الوقت الحلو ده اللي احنا بنفتكر فيه الملاك رفائيل نقرأ السفر ده، لأنه سفر جميل قوي. أنا كمان نفسي إن احنا أقرأ معاكم الجزء الحديث الختامي للملاك رفائيل مع طوبيا الأب وطوبيا الابن، لأنه في معاني حلوة قوي نحب أو بعتبرها إن هي رسالة الملاك رفائيل لينا، ليا ولحضراتكم في يوم عيده. طوبيا 12 من أول العدد 8 بيقول صالحة الصوم أو صالحة الصلاة مع الصوم والصدقة. حضراتكم عارفين إن دول 3 أركان الأساسية في علاقتنا مع ربنا، الصلاة والصوم والصدقة. صالحة الصلاة والصوم والصدقة خير من ادخار كنوز الذهب، الصدقة خير من ادخار كنوز الذهب، لأن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتؤهل الإنسان لنوال الرحمة والحياة الأبدية. الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتؤهل الإنسان لنوال الرحمة والحياة الأبدية. طبعا لما الإنسان يعمل رحمة ينال رحمة، الإنسان لما يعمل رحمة ينال رحمة، الإنسان لما يكون رحوم على الناس وبيساعدهم أكيد ربنا مش هيسيبه. وزي ما عرفنا من السفر لما كان طوبيا إنسان خير وبيحب الناس وبيعمل معاهم أعمال رحمة برغم كل الضيقات اللي كان فيها بسبب عمله للرحمة، وبرغم أن كل الناس كانت بتتريق عليه بسبب الموضوع ده، لكن تمسكه بعمل الرحمة خلى ربنا كمان يعمل معاه رحمة. أما الذين يعملون المعصية والإثم فهم أعداء لأنفسهم، أعداء لأنفسهم. أما أنا ده الملاك رفائيل فأعلن لكم الحق وما أكتم عنكما أمرا مستور، أنك حين كنت تصلي بدموع وتدفن الموتى وتترك طعامك وتخبئ الموتى في بيتك نهارا
وتدفنهم ليلا كنت أنا أرفع صلاتك إلى الرب. أدي عمل الملائكة بقى. كنت أنا أرفع صلاتك إلى الرب. حضراتكم عارفين الرؤية الجميلة قوي بتاعت يعقوب لما حط راسه على المخدة ونام، فرأى سلم وملائكة طالعين إيه؟ نازلين. طالعين بإيه ونازلين بإيه؟ طالعين بصلواتنا ونازلين ببركات ربنا. طالعين بصلواتنا ونازلين ببركات ربنا. فهو الملاك رفائيل بيوضحها وبيكشفها لنا. بيقول حين كنت تصلي بدموع وتدفن الموتى وتترك طعامك وتخبئ الموتى في بيتك نهارا وتدفنهم ليلا كنت أنا أرفع صلاتك إلى الرب. وإذ كنت مقبولا أمام الله كان لابد أن تمتحن بتجربة. يعني ده كده امتياز من ربنا لولاده الحلوين، عشان يبين تميزهم بيدخلهم في تجربة. والآن فإن الرب قد أرسلني لأشفيك وأخلص سارة كنتك من الشيطان. قد أرسلني لأشفيك وأخلص سارة كنتك من الشيطان. طبعا قد إيه رسالة دي تدينا فرح. ساعات الواحد يفتكر إنه لو دخل في ضيقة أو في شدة محدش دريان بيه، لكن زي ما قال لنا الملاك رفائيل وكشف لنا النهاردة وكشف لطوبيا زمان، دموعك وصلاتك وصلواتك كلها مرفوعة أمام ربنا. ده بيقول أما هي محفوظة في سفرك، لدرجة أنه في سفر الرؤيا يقول وسيمسح الله كل دمعة من عيونكم. كل دمعة، ربنا هيعوضك عن كل دمعة نزلت من عينك، لأن في ملاك بيجمع الدموع دي، والدموع دي غالية قوي عند ربنا. وربنا في الوقت المناسب هيبعت ملاك ويشفيك، وهيبعت ملاك ويفرحك. عشان كده ملاك رفائيل نقول ملاك الله الشافي ومفرح القلوب. فإني أنا رافائيل الملاك أحد السبع الواقفين أمام الرب. لما سمع مقالته هذه ارتاع وسقط على وجههما مرتعدين، فقال لهم الملاك سلام لكم لا تخافوا. سلام لكم لا تخافوا. عارفين الموقف ده بيفكرني بالآية الحلوة اللي في سفر مزامير بتقول أن ملاك الله حال حول كل خائفيه وينجيهم. حاجة حلوة قوي. قديس شنودة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين ليه عظة مشهورة قوي، بيقول أنه كل من اعتمد باسم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس وبقى إنسان مسيحي، ربنا خصص له كده ملاك يصاحبه ويرافقه في غربة هذا العالم. الملاك ده بيعمل ايه؟ اهو ملاك رفائيل كشف لنا، بيرفع امام الله كل دموعك وصلواتك واعمال الرحمة اللي بتعملها واعمال المحبة، الحاجات الحلوة، حتى ان كأس ماء بارد فقط لا يضيع اجره. مين اللي بياخد باله من الحاجات دي كلها؟ الملاك اللي معانا، الملاك اللي معانا. حاجة مفرحة قوي ان احنا نحس انه احنا مش لوحدينا. صحيح طوبيا جاء في وقت طوبيا الكبير الأب وشعر أنه خلاص بقى الحمل تقل قوي 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 وهو مش قادر، لكن ربنا كان بيدبر لي في الوقت المناسب أن يرسل له المعونة والشفاء والفرح من خلال رئيس الملائكة رفائيل أحد السبعة الواقفين أمام عرش الله. قصة جميلة. والملاك رفائيل عملوا يعني جميل قوي، وهو أحد الملائكة المقتدرين، ربنا مديله قوة ومعونة. وفي الزكسولوجية بتاعته اللي بنقولها دايما تعلمها لنا الكنيسة، يقول كل الأجيال، كل الأجيال من آدم إلى اليوم يجدون رافائيل حصنا للبشرية. كل الأجيال من آدم إلى اليوم يجدون رافائيل حصنا للبشرية. كل واحد من القضاة والأنبياء والأبرار والملوك والصديقين كان ناصرا لهم. أبائنا القديسين الرسل هو الذي أرشدهم حتى ردوا المسكونة إلى معرفة الحق. والشهداء المجاهدون الذين لربنا يسوع المسيح لم يفارقهم جميعا حتى لبسوا الإكليل غير المضمحل. حضراتكم عارفين قصص شفاء الشهداء كتير،
انه بعد ما كانوا اتعذبوا ويرموهم في السجن ربنا يبعت لهم ملاكه فيشفيهم ويقفوا تاني قدام الحاكم يقولوا اهو شفت بقى الهنا اهو شفانا. الاباء يقولوا ممكن يكون هذا الملاك الشافي هو الملاك رفائيل اللي كان بيؤازر ويشجع الشهداء في جهادهم حتى اكملوا جهادهم ولبسوا الاكليل غير المضمحل. والنساك المختارون التائهون في البراري كان رفائيل يحيط بهم حتى أكملوا سعيهم. يعني أبائنا اللي كانوا في الصحراء الأباء المتوحدين والنساك والسواح ما كانوش لوحدهم، كان الملاك رفائيل بيحوط بيهم وربنا يرسل ملائكته يحوط بيهم. ملاك الرب يحيط بكل خائفيه يحرسهم وينجيهم. فلنمجد الثالوث القدوس المساوي لكي يحفظنا من التجارب. اشفع فينا يا رئيس الملائكة الطاهر رافائيل مفرح القلوب ليغفر لنا خطايانا. اشفع فينا يا رئيس الملائكة الجليل مفرح القلوب رافائيل ليغفر لنا خطايانا. بركة رئيس الملائكة رافائيل صلواته وشفاعاته تكون معانا، وربنا بركة شفاعاته يرسله كده لكل إنسان مريض وكل إنسان تعبان وكل إنسان حيران وكل إنسان متضايق وكل إنسان في ضيق أو في شدة أو في حيرة أو في مفترق طرق، ليكون لنا معين ومرشد وسبب شفاء وفرح. ولربنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. فاصل ونواصل مع حضراتكم الفقرة الثانية من برنامجنا النهاردة، انتظرونا. السلام لك يا رفائيل يا رئيس جند السماوات القائم أمام عنانوئيل دائما في كل الأوقات مملوك رحمة وعزم مفرح قلوب الودع ثالث رتب السماء ومحبوب بين الشهداء اسمك رفائيل تفسير شفاء الله القائم في كل دين تشفع فينا للنجاة يا من سألت الله في طوب ذلك الزمن أرسلك الرب إليك تعطي شفاء وأمان طلبت من الله الشافي فأنار عيني تبين وعرفت لابنه الطريق وحل السلام في البيت ذهبت أيضا لراعي وابنته المبروكة سارة شافتها بفرح وتهليل لأنها أمينة طهرة طردت عنها الشياطين وزودتها لأبيض تدبير وأعطيتهم أولادا كاملين وعرفتهم الحقيقة والتفسير دائما في كل جيل من آدم إلى اليوم نجد الملك رفائيل اسما لنا على الدوام صنعت عجائبا مع ديونيسيوس وثيودوسيوس والأملاث أوفيلوس البابا وأركاديوس وهونوريوس السلام لك يا رفائيل صاحب الاسم الآمين يا شفاء لكل عليم يا معونة لكل حزين يا مفرح القلوب الأمين يا ناصر الصديق يا مرشد القديسين يا حنونا على الخاطئين فالمعين أيضا جالي بطهارة وخوف الله رئيس الملائكة رفائيل فرح وشفاء الله في ثالث يوم الناس حين ظهر للرسل الأطهر لأمر يسوع إلهنا الحي كطلب في لبس البر وأيضا في الثالث عشر من أيام يوم تكريس أول بيعة في القسطنطينية وظهور عجائب كبيرة تعطوا كل المساكين
والبائسين والفقراء وسعد المحتاجين تفوز برحمة السماء. اطلب من إله السماء عن كنيستنا أم الشهداء ينجيها من أكايد الأعداء ويحفظ بها إيمان الآباء. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين فالكل يقولون يا إله الأكرمين عنا أجمعين. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. بداية السنة القبطية واللي هي بنفتكر فيها أبائنا الشهداء يوم 2 توت، نتذكر استشهاد شخصية مهمة قوي، القديس يوحنا المعمدان اللي شهد عنه ربنا يسوع المسيح في متى 11:11 أنه ليس من المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. فالحقيقة شخصية يوحنا المعمدان شخصية فريدة وعجيبة ومحيرة. بيشبوه الآباء عامل زي البرق. تعرفين البرق يظهر يعمل نور كبير قوي بس فترة قصيرة قوي. فالفترة اللي طلع فيها يوحنا المعمدان كانت فترة صغيرة لكن تأثيره كان كبير جدا. أبونا البابا شنودة الله ينيح نفسه كان يقول كلمة جميلة قوي، يقول في ناس يشهد عنهم الناس، يشهد عن عظمتهم الناس، وفي ناس بيشهدوا عن عظمتهم، لكن في ناس يشهد عن عظمتهم الله. فالذي شهد عن عظمة يوحنا المعمدان هو ربنا يسوع المسيح نفسه، وده اللي تخلينا نشعر مدى عظمة هذا الإنسان، أنه ليس من المولودين من النساء أعظم من يوحنا. يوحنا المعمدان يمكن كان الطفل أو الجنين الوحيد اللي اتملى من الروح القدس وهو لسه في بطن أمه. جه الملاك بشر أبوه بميلاده. يوحنا المعمدان نال كرامة لم ينالها إنسان قط، إن هو نفسه اللي عمد ربنا يسوع المسيح لما ربنا يسوع قال له، لما يوحنا جه يعتمد منه فيوحنا قال له أنت جاي أنا عمدك، أنا اللي محتاج إن أنت تعمدني. قال له اسمح الآن لأنه ينبغي لنا أن نكمل كل بر. طبعا تخيلوا مدى يعني البركة الكبيرة، إنه هو اللي عمد المسيح وهو اللي شهد عن المسيح أنه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، وهو اللي قال أن الذي أرسلني قال لي أن الذي ترى الروح نازلا عليه يكون هو هو. يوحنا المعمدان اللي لما جم الناس يقولوا له اللي انت عمدته وبيعمد دلوقتي وبيجمع تلاميذ ويعني هيقطع عليك، ادي يا سيدي اللي انت عمدته، قال لهم لا 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 انتوا فاهمين غلط، ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. انا مش العريس، انا صديق العريس، وصديق العريس يرى يومه فيفرح فرحي هذا قد كمل. انا مش مستني اخد مكانه لانه هو العريس، هو صاحب العرس، لكن انا الصديق، انا صوت صارخ في البرية، انا جاي لكيما أعد الطريق أمامه عشان هو يجي ويملك علي وعلى كل إنسان. في الحقيقة شخصية القديس يوحنا المعمدان برغم أنه زي ما قلت لكم عامل زي البرق كده، يعني ما سمعناش عنه كتير، كلامه في الإنجيل ممكن يكون محدود، عارفين طبعا كلمته الشهيرة توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. يوحنا المعمدان اللي فضل أنه يموت عن أنه هو يتكلم بشيء آخر غير الحق، يعني فضل يتكلم بالحق ويقف قدام هيرودس ويقول له لا يحق لك أن تأخذ امرأة أخيك، مع أنه كان عارف أن ده هيوصله للسجن
ومن السجن للموت. لكن معلش، عشان كده مكانة يوحنا المعمدان مكانة فريدة وعظيمة بين كل المولودين من النساء، وشهد له السيد المسيح أنه ليس أعظم منه. عشان كده الكنيسة تلاقوا كده في حامل الأيقونات ربنا يسوع المسيح، وعلى يمينه الست العذراء، وعلى شماله يوحنا المعمدان اللي هو صديق العريس أو صديق الحمل. قد كده كان ربنا يسوع بيحبه، وقد كده كان عنه نبوات أنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك. يوحنا المعمدان شخصية تستحق التأمل. يعني ياريت كده في تذكار استشهاده نقف كده نتأمل. يوحنا المعمدان ما كانش إنسان غني، وما كانش إنسان لابس ملابس الفاخرة زي ما قال ربنا يسوع المسيح، وما كانش إنسان له سطوة ومكانة وجاه، لكن قعد في البرية طول حياته، وكان أكله بسيط جدا ولبسه بسيط جدا، ولكنه كان مؤثر جدا. يمكن ده درس أتعلمه، إنه التأثير في حياة الناس مش بالشكل، مش بالمظهر، مش بالمكانة الاجتماعية، مش بالسطوة، مش بالجاه. ياما كتير كانوا أغنياء، وياما كتير كانوا رؤساء وملوك وأباطرة، ولكنهم لم يصلوا إلى كرامة يوحنا المعمدان. عجيب عجيب صحيح يوحنا المعمدان، لما ننظر إلى قد إيه كان بسيط وقد إيه كان قوي. درس تاني أتعلمه، أن القوة هنا مش قوة المظهر والصولجان والإمكانيات البشرية، لكن قوة داخلية. هو كان قوي من جوه، هو كان ثابت من جوه، الحق قدامه واضح، مش رمادي، مش متعرج، واضح. الوضوح الرؤية اللي عنده وإيقان وثقته بالحق الكامل كان مخليه يشهد عن الحق بلا تردد، وبيشهد عنه بصدق فالناس صدقوه. برغم بساطته، برغم بساطة شكله ومظهره، الناس صدقوه وحبوه. الناس صدقوه وحبوه باختلاف اتجاهاتهم. كانوا بيطلعوا من كل مكان خطاه وجباد ضرائب وجنود، كانوا بيقولوا من كل حتى، وناس بسطة وناس كبار، كلهم كانوا بيعتمدوا بمعمودية يوحنا. الناس محتاجة تشوف إنسان صادق، الناس محتاجة تشوف إنسان بيتكلم عن خبرة معاشة، مش مجرد كلام. يعني أنا بتكلم عن نفسي، مش مجرد كلام حافظه وبردده، حاجة عايشها، حاجة شايفها في وضوح، حاجة ضايقها، فلما أتكلم الناس عنها يصدقوني، لأنه حاسين بالصدق اللي ورا الكلام، مش مجرد كلام ملوش جذور أو ملوش خبرة أو ملوش مصداقية. يوحنا المعمدان شخصية فريدة جدا في اتضاعه، في الوقت اللي هو كان فيه، يعني مش عارف أقول لكم إيه، يعني بتعبيري اللي من دول كده واكل الجو. يعني كل اليهودية بتتكلم عن يوحنا المعمدان، كلهم جايين يشوفوه، جايين يسمعوه، جايين يعتمدوا منه. ويأتي المسيح وزي ما بيقولوا كده يخطف منه الأضواء، لا يزعل ولا يتضايق ولا يأكل في نفسه، ولا يقول يعني يخسرت الست أشهر اللي أنا عمال أعلي فيهم صوتي واتكلم فيهم وأوعظ فيهم وأجيب فيهم ناس، هو في الآخر جاي ياخد كل حاجة كده على الجاهز. لا 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 لا، الكلام ده يقوله واحد مش فاهم، الكلام ده يقوله واحد كان بيعمل لحساب نفسه. لكن هو قال لهم يا جماعة أنا ولا حاجة، ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص. وأجي أكلم نفسي وأقول يا ترى في خدمتي هو أنا عايز المكسب لمين؟ هو أنا عايز الناس تتعلق بمين؟
هو أنا عايز الناس تقرب من مين؟ هو أنا عايز الناس تصدق مين أكتر وتحب مين أكتر وترتبط بمين أكتر؟ ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص. عجيب 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 في اتباعه، عجيب في بساطته، عجيب في مصداقيته، عجيب في صراحته، عجيب في تمسكه بالحق أيا كانت العواقب. بس أعتقد إنه هو عارف برضو النهاية مش موت، لأن الموت حياة، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: ما كان لي ربحا حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح ربي، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فذاك أفضل جدا. الموت لي ربح. عينيه كانت مفتوحة. عشان كده زي ما شهد له ربنا يسوع المسيح: ليس من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا. يمكن لو كانت العذراء بنقول هي مكرمة فوق السمائيين والأرضيين، نجد أن يوحنا المعمدان برضو له هذه الكرامة بين كل المولودين من النساء وبني البشر. يريد في عيد استشهاد القديس يوحنا المعمدان السابق الصابغ والشهيد، نقول له: رب ادينا من إيمانه، ادينا العين المفتوحة اللي تشوف الحق، وادينا اللسان اللي يشهد عن الحق، وادينا القلب اللي يؤمن بالحق ويتمسك به من غير أن يتزعزع، وادينا أن يكون لنا من خلال اتحادنا بيك وخبرتنا بيك فرصة للتأثير على الناس اللي حوالينا، مش بطريقة يعني مبهرة ولا بإمكانيات ما حصلتش، لكن في بساطة ووداعة المسيح اللي بيقبل الجميع في حب وفي رفق. يا رب ادينا ان احنا نميز كلام او كلمات يوحنا المعمدان: توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. ادينا رب العين المفتوحة اللي كانت عنده عشان نعرف انه العالم يزول وشهوته، اما الذي يصنع مشيئة الله هذا يثبت الى الابد. قديس يوحنا المعمدان في الحقيقة يعوزنا الوقت ان احنا نتأمل في شخصيته العجيبة والفريدة والمبهرة، اللي برغم بسطته وودعته لكن جرأته وصراحته واتضاعه كان ليهم تأثير قوي. في 6 شهور جهز كل اليهودية لقبول حمل الله الذي يحمل خطية العالم. نطلب شفاعة هذا القديس العظيم. وفي كده حاجة حلوة يعني كنت تعلمتها أحب أقولها لحضراتكم، إنه لو أنا رايح مشوار كده مهم أو رايح مكان أنا قلقان أو خايف من اللي هيحصل أو النتائج اللي هتحصل، أو رايح كده مستني مثلا نتيجة معينة أو حاجة معينة، في أي سكة كده رايحها، أصلي وأطلب من يوحنا المعمدان وأقول له: إيه، اسبق يا يوحنا، اسبق يا يوحنا. تعرفين أنه زي ما قالت النبوة: ها أنا ذا أرسل أمام وجهك أمامي الذي يهيئ الطريق قدامك. فاسبق يا يوحنا، ربنا يبعت يوحنا المعمدان يسهل لنا السكة، وإن شاء الله مشواركوا أو أعمالكوا تكون مقترنة بالنجاح وبالبركة بشفاعة هذا القديس العظيم، أعظم مواليد النساء، صديق الحمل يوحنا المعمدان. ما تنسوش، اسبق يا يوحنا، اسبق يا يوحنا. ربنا ينفعنا ببركة صلواته وشفاعته. لربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح كل مجد وكرامة مع أبيه الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، آمين. فاصل صغير ونرجع مع حضراتكم لآخر فقرة من حلقة النهاردة، انتظرونا. في سماء رب الحنة بمجد بلا نقص
الانصار يعيش هذا الانسان يوحنا المعمدا قائم امام الديان يشفع لنا كل ان لنحيا بتوبة وإيمان يوحنا المعمدا زكريا أبوه البر آدي صبت أم العاقب طلب من القادم يوحنا المعمدا الملك غبريا رئيس جند المتعال قل أبي بكمال يوحنا المعمدا قد صعدت البطر لربك وصلاتك سمعها إلها يوحنا المعمدا ستحبل زوجتك وتلد ابنا لك يوحنا يحمل اسمك يوحنا المعمدا لم يصدق زكريا البشارة السمائية فسمع علنيا يوحنا المعمدا أنا هو غبريا الواقف بالكمال أمام كرسي المتعال يوحنا المعمدا جئت لأبشرك بهذا وأخبرك شككت فأعلم يوحنا المعمدا سوف تصير صامتا حتى ولادة الصابر ابنك هذا الصابر يوحنا المعمدا حبلت به أمي وسجد لربي وامتلأ من روحي يوحنا المعمدا وعند ولادتي فرحت عشيرته وصار اسمه يوحنا المعمدا ظل هذا الناري يعيش في البراري لإلهنا الباري يوحنا المعمدا حتى ظهر بادل ليهيئ بني إسرائيل بمجيء عمانوئيل يوحنا المعمدا قد عن يسوع ربي سيأتي بعدي من هو أقدم مني يوحنا المعمدا عند الأردن راه وروح شبه حمامة فشهد ونطق بفم يوحنا المعمدا هذا هو حمل الله رفع خطايا العالم والبرايا يوحنا المعمدا ذهب مخلصنا ليعتمد من يوحنا رفض فقله إلهنا يوحنا المعمدا اسمح لي الآن لنكمل بإتقان كل بر وإيمان يوحنا المعمدا للحق كان يقول دائما هذا الباتل فلم يكن مقبول يوحنا المعمدا ابنك هيرودية رقصت وللمال اتسرت فأقسم يعطيها مهما طلبت يوحنا المعمدا تلقنك من هيرودية فقالت علني أريد رقص على صبيا يوحنا المعمدا الرب شهد له وقال عنه كفام أفضل من نبي عنده يوحنا المعمدا وصر هذا الشاهد ملك العهد الجديد أمام رب الواحد يوحنا المعمدا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
هقرأ مع حضراتكم جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي الإصحاح الرابع. فيلبي 4 من أول عدد 10. ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس إني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. ليس إني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي. غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي. وأنتم أيضا تعلمون أيها الفيلبيون أنه في بداية الإنجيل لما خرجت من مكدونيا لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم، فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي. ليس إني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم، ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت. قد امتلأت إذ قبلت من أبيفرودس الأشياء التي من عندكم، نسيم، رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. والله وأبينا المجد إلى داهر الداهرين، آمين. نعمة الله الآب فلتكن معنا جميعا، آمين. طبعا حضراتكم لاحظتم من الكلام معلمنا بولس الرسول كان في الوقت ده في السجن. حضراتكم عارفين أنه معلمنا بولس كان من الكارزين، يعني اللي بيحاولوا يعتمدوا على نفسهم في كل شيء، وقال كده: حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتهما هذان اليتان. لكن هو كان بيشجع الكنايس أن تشترك في الخدمة، بيقول مش عشان أنا محتاج، لكن أنا عايزكم تشتركوا في الثمر المتكاثر. بمعنى إيه؟ إحنا لما نشترك في الخدمة بنشترك في البركة ونشترك في الثمر. معلمنا بولس الرسول طبعا الخدمة ليها احتياجات، يعني ممكن مثلا تكون احتياجات للخدمة أو احتياجات للمخدومين. احتياجات للخدمة بمعنى أنه سفره في احتياجات، احتياجات اللي معاه احتياجات، احتياجات الناس اللي بيخدمهم احتياجات. لو عايز يجيب حاجة عشان الخدمة كل دي احتياجات، وهو ما بيشتغلش أو هو بيحاول يشتغل بس برضو ممكن يكون اللي بيدخله بالشغل يدوبك مكفي جزء معين. هو بيقول لو على قدي أنا قد تدربت في كل شيء أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، لكن أنا عايزكم تشتركوا في الخدمة. الرسالة دي رسالة مهمة قوي، إنه اللي بيشترك في احتياجات الخدمة بيشترك في البركة ويشترك في الثمر المتكاثر. يعني أنا مثلا، يعني لو واحد اشترك في بناء كنيسة، الكنيسة دي مش هتضم ناس للمسيح، ولاد المسيح جواها، الكنيسة دي مش هتتمم الأسرار. فكأنه هو اشترك في كل بركة قدمتها الكنيسة دي لكل إنسان، اللي جاي بقى يتعمد واللي جاي يتجوز واللي جاي يتناول واللي جاي يعترف واللي جاي يحضر اجتماع. البركات دي كلها أنا كأني اشتركت فيها بمشاركتي في بناء هذه الكنيسة. وبرضو بشترك في الثمر اللي جاي،
يعني الناس اللي عرفوا ربنا والناس اللي ثبتوا في ربنا واللي نام والناس اللي ناموا في معرفة ربنا، كل الثمر ده كأن أنا اشتركت فيه. إيه رأيكم؟ مش دي حاجة مفرحة؟ حاجة مفرحة طبعا. يعني أنا كده مجرد بس إن أنا بشترك في احتياجات الخدمة، أشترك في بركة الخدمة واشترك في ثمر الخدمة. يمكن دي الرسالة اللي كان معلمنا بولس الرسول عايز يقدمها لأهل فيلبي، وبيدعي لهم دعوة حلوة قوي في الآخر، وبيقول إنه أي عطية هتدوها ربنا هيقبلها نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة عند الله، وليملأ إلهي كل احتياجهم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. فضيلة العطاء جميلة قوي، لأن المعطي بسرور يحبه الرب، وكل ما الإنسان يدي أكتر كل ما بركة ربنا تزيد في حياته، لأنه ليست موهبة بلا زيادة إلا التي بلا شكر. وفي نفس الوقت اللي بيدي ربنا بيزود له، أعطى فرق وأعطى المساكين بره يبقى إلى الأبد. ياريت النقطة دي تبقى واضحة في ذهننا، وما تتشككوش. لو اشتركت في أي خدمة أنت بتعمل من قلبك لربنا، وربنا قادر أنه يقبل عطاياك ذبيحة رائحة طيبة ذبيحة مقبولة. صدقوني زي ما ربنا قبل في السي الأرملة، قادر أنه هو يقبل مننا عطايانا القليلة والكثيرة. لكن القلب بقى اللي بيقدم العطية يقول له يا رب ساعدني ان انا اشترك في احتياجات الخدمة واحتياجات القديسين. معلمنا بولس الرسول في كرونسوس الاولى 9 اتكلم عن احتياجات القديسين، لكن هنا كان بيتكلم عن احتياجات الخدمة. الخدمة ليها احتياجات، احنا محتاجين نشارك في احتياجات الخدمة ايا كان، بناء كنيسة، خدمات معينة، او تشجيع مثلا انه ننشر كلمة ربنا عن طريق الميديا. ما دي برضو خدمة. خدمة ولا مش خدمة؟ خدمة. الصوت اللي بيوصل لكل انسان ده مش ده صوت ربنا؟ طب والخدمة دي مش محتاجة تعبيد؟ محتاجة امكانيات؟ محتاجة. يبقى انا مشاركتي في الخدمة دي هشترك في بركتها اللي بتوصل للناس، وهشترك في ثمرها اللي بيجي لأجل حساب مجد المسيح ربنا. بركة حلوة قوي ربنا يديها لنا أن نشترك في احتياجات القديسين اللي هم الغلابة والمحتاجين اللي هم أخوات ربنا يسوع، وفي نفس الوقت نشترك في احتياجات الخدمة. نشترك في احتياجات الخدمة زي ما معلمنا بولس الرسول بيقول هنا لأهل فيلبي. غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي. وأنتم أيضا تعلمون أيها الفيلبينيون أنه في بداية الإنجيل لما خرجت من مقدونيا لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. ربنا يدينا أن نشترك في احتياجات الخدمة واحتياجات القديسين، ونقول له رب استخدم كل عطية وقبلها رائحة طيبة ذبيحة مقبولة أمامك، لتكون في حساب العطاء والأخذ. إحنا بنشترك في البركة وبنشترك في الثمر المتكاثر، وأي حاجة بنعملها زي ما تعودنا بنقوله لأجل محبتك يا رب يسوع. ربنا يدينا الحكمة في كل شيء وفي كل عمل، ونقول يعني زي ما علمنا كده أحد الأباء قال لك ممكن ربنا قال كل من سألك فأعطيه. فلو حتى مش عايز تدي كتير ادي قليل بس ما تخسرش بركة العطاء. ادي قليل بس ما تخسرش بركة العطاء. ادي الحاجة اللي تقدر تقدمها. يمكن انت عندك احتياجات اخرى او في احتياجات اخرى شايف انها اهم، لكن برضو الخدمة في كل مكان مهمة. وزي ما كنا بنتكلم انه الخدمة على في الميديا ووسائل الاعلام برضو مهمة. ربنا يدينا التمييز في التوزيع
ونقول له رب ساعدنا أن نشترك في نشر كلمتك، وساعدنا رب أن احنا نشترك في بركة الخدمة لكي ما يكون لنا أيضا شركة في الثمر المتكاثر. نطلب من حضراتكم الصلاة من أجل هذه الخدمة، خدمة الكلمة في قناة لوغوس، أن ربنا يأيدها بنعمته ويعطي قبول في قلوب كل من يسمع هذا الكلام، ويكون الكلام مؤاذر بعمل الروح القدس، يكون له بركة ويكون له ثمر. واللي يحب برضو أنه هو يشترك معانا في احتياجات الخدمة المادية تبقى بركة حلوة، وتشتركوا معانا بالصلاة، تشتركوا معانا بالتعضيد، ويكون لكم معنا شركة في البركة وفي الثمر المتكاثر. ربنا يقبل كل عمل لأجل مجد اسمه القدوس، ويعوض كل من له تعب، ويملأ كل احتياجاتهم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع، الذي له المجد الدائم مع أبيه الصالح والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها. آمين.